يعطيكم العافية شباب، معاكم مستر مي. رجعنا لكم اليوم بقصة حزينة من ولاية نورث كارولينا، وبالأخص منطقة دورهام. القصة انتهت بالعدسات اللاصقة، ولكن قبل ما نبدأ بتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. تابعونا. أبطال هاي القصة كل من جانيت وريموند، شابين اتعرفوا على بعض خلال أيام الدراسة الجامعية. كان عندهم حلم بعد ما يخلصوا الدراسة يفتحوا محل مستلزمات رياضية سوا، وطبعا كانت البداية إنهم يشتغلوا بأحد هاي المحلات. بالفعل بيشتغلوا، بيستأجروا بيت، بيتركوا أهليهم وبيتزوجوا، وعلى أساس إنهم بعد فترة ينجبوا ويفتحوا محل مستلزمات رياضية. الأمور بتضل زي ما بدهم ماشية على ما يرام لسنة 2003. راي بقرر يصارح جانيت عن خيانته إلها، وبدال المرة عدة مرات، ومش بس هيك وكمان بده ينفصل عنها. ولكن لسوء حظه جانيت بتكون حامل منه، وهيك كل مخططاته تنقلب رأسا على عقب. وبعد محادثات طويلة مع جانيت بيقرروا الاثنين يتناسوا موضوع الانفصال. ولكن علاقتهم للأسف مع انهم حاولوا ما بترجع زي ما كانت ابدا، والسبب الوضع المادي. كونه وضعهم المادي كان سيء جدا، واللي بيزيد الطين بلة انه كل من جانيت وراي بينطردوا من شغلهم، والسبب طبعا راي. وجانيت ما بيكون إلها اي علاقة بالسبب الا انه كونها زوجة راي. طبعا سبب فصلهم من العمل بيكون السرقة. راي بسبب وضعه المادي المتردي بيقرر يسرق من الشغل. كيف؟ بطلب طلبيات للمحل، وبدال ما توصل للمحل بتوصل لعنوانه الخاص، وبعدين بيصير بيعها على النت. طبعا كيف بنمسك؟ ببساطة بيصير تواصل بين الشركة المرسلة والمحل، انه احنا بعتنا لكم وانتوا ما بعتوا لنا المصاري. المحل بيحكي انه احنا ما وصلنا الطلبية عشان هيك ما دفعنا، وبتفتيش بسيط وسريع بتوصلوا لري. وبال2005 بيصير عليه تهمة السرقة. هون بنوصل لتاريخ 26/4/2005، الساعة 8 مساء. راي بيقرر يروح مع أصدقائه يلعبوا كرة القدم. جانيت بتكون بالبيت وبتحضر حالها للنوم. جانيت بتكون حامل بالطفل الثاني. راي بيخلص اللعب وبرجع على البيت الساعة 10 مساء. بيلاحظ انه البيت ما في اي حركة، كل الاضواء مطفئة والبيت ما في اي صوت. بيفتح باب البيت وبيطلع للطابق الثاني مباشرة لغرفة النوم. هون بتكون المفاجأة. للأسف جانيت بتكون على ركبها ودمها بكل مكان بالغرفة النوم. اول شيء بيكون من راي بيتصل بالشرطة. الشرطة وسيارة الإسعاف بأسرع وقت بيكونوا على باب البيت. للأسف بهاي اللحظة جانيت بيكون فارقت الحياة. I think about 5 o'clock in the morning,
And Raven was on the phone and they couldn't understand him. He was calling to tell them that Janet was dead and she had committed suicide. I just stared. I couldn't say anything. I was frozen. التحقيق بثبت إنه جانت للأسف توفت بعدة طلقات نارية وعدة طعنات. خلال التحقيق والتفتيش داخل المنزل الشرطة بتلاحظ بصمات وعلامات حذاء من شخص مجهول، وبتلاحظ إنه لابتوب جانت الخاص مسروق، سكين راي الخاصة كمان مسروقة، إلا إنه خاتم جانت الذهب الثمين ما زال موجود. الغريب واللي أثار شكوك كثير من الناس والشرطة تصرف راي تاني يوم من الجريمة، بأخذ كل أغراضه وابنه وبيسافر على ولاية يوتا وبقطع أي علاقة له بولاية نورث كارولينا. راي أول شيء بقطع علاقته بعائلة جانت بتاتا، ثاني شيء برفض حضور جنازة جانت، هو الأهم من هيك أول إشي بيسارع للقيام في الاتصال بشركة تأمين الحياة اللي جانت بيكون عاملة تأمين على حياتها بقيمة $500,000، مع إنه ظروفهم المادية سيئة جدا، إلا إنه راي كان مصر يدفع قيمة تأمين الحياة الشهري. بنحكم مدة سنتين سجن وغرامة $10,000، ولكن مش جريمة القتل وإنما بجريمة السرقة السابقة. الكل كان عنده أمل إنه البصمات وعلامة الحذاء اللي داخل غرفة جانت تكون لاري، ولكن للأسف ما في أي تطابق مع أي شخص كان على السيستم. راي أكون عنده حب للشهرة، وبأحد المقابلات التلفزيونية بيدعي حبه الكبير لجانت، إلا إنه خلال المقابلة الكل لاحظ إنه هذا الشخص بيدعي وشخص كاذب. راي وابنه بيكونوا عايشين بولاية يوتا، بتعرف على بنت اسمها فانيسا، وبعد 6 أشهر بقرر الزواج منها، ولكن وجه راي الحقيقي ما بأخذ وقت كبير عشان يبين. وفانيسا خلال أول 6 أشهر من الزواج تعرف إنه شخص عدائي كاذب وسيء المعاملة. هون بصير في شبه إجماع إنه القاتل راي، ولكن للأسف ما في دليل على هذا الكلام. راي كان عنده شهود إنه كان يلعب كرة القدم، والبصمات الموجودة بالغرفة مش إله. سنين وسنين وسنين بتمضى، وصلنا لسنة 2009-2010، محقق جديد بيستلم القضية وما بيكون منه إلا إنه يتصل على راي، وكانت المكالمة فقط مكالمة تعارف، إلا إنه راي في أحد التسجيلات لنفسه بيحكي إنه عنده إحساس غامض وغريب تجاه هذا المحقق، وإنه حاسس الأمور رح تودي للأسوأ. خلال تحويل جذري بالقضية المحقق بقرر يشيل قبر جانت، والسبب عدساتها اللاصقة، كونه معروف عن جانت إنها كانت تشيل عدساتها قبل النوم، وكانت نية هذا المحقق الطعن في رواية راي، كونه ادعى إنها كانت راحت تنام. فكمان المحقق قرر يشيك على كل كاميرات التصوير في الملعب
وبالطريق المؤدي إلى بيتهم. هون وصلنا لدهاء هذا المحقق. المحقق باختصار بده يظهر راي كشخص كاذب. أول إشي عمله طال جثة جانت من القبر واكتشف وجود عدساتها بعينيها. وخلال مراجعة كاميرات المراقبة من الملعب لبيتهم بيكتشفوا إنه راي يوقف عند كازية. كاميرات هاي الكازية بتصوره بلباس معين، ولكن لحظة وصول الشرطة لبيتهم بيكون راي لابس ملابس تانية. هون الشرطة بتلقي القبض على راي بتهمة قتل جانت، والدلائل كانت كالآتي: طعن في ادعاء وشهادة راي، اللابتوب اللي ادعى انه انسرق، والأهم من هيك كاميرات المراقبة. بالمحاكمة محامي الدفاع بينفي هاي التهمة وبيدعي انه كل هاي الدلائل دلائل غير ملموسة. هون محامي الدفاع ولجنة الادعاء بتقرر لوصول لاتفاق. الاتفاق بنص على انه راي بيعترف بجريمته، بالمقابل حكم بتم تنزيله من مؤبد الى 10 سنوات. راي بيعترف بالجريمة وبينحكم عليه 10 سنوات. هذا الحكم ما بيكون كافي ولا شافي لصدور عائلة جانت أبدا ولا لأي حدا عرف بهاي القضية، وكانت زي النهاية بدون نهاية. ولكن للأسف ما كان في دلائل ملموسة ضد هذا الشخص. هاي كانت قصتنا لليوم أصدقائي. كان معكم مستر مي. ما تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.